من يرى أن هذا الفيديو مهم فليساعدنا في نشره. طلبتكم، من رأى أن هذا الفيديو مهم فليساعدنا في نشر الفيديو وفي إعادة التغريدة ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد من أبناء هذا الوطن ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة. أيرضيكم؟ الأسرة خالية، وهناك ضعف كثير في أعداد المتبرعين، والمستشفيات ابتداء من الأسبوع القادم هناك عمليات مؤجلة، سوف تعود هذه العمليات ويحتاجوا إلى أكياس دم، وللأسف هناك ما نقدر ما نقول شح، ولكن نقول في نقص حاد في أكياس الدم ببنك الدم. واليوم إحنا في تاريخ 22/8 نطلبكم من اليوم، واللي يسأل يقول محمد ليش العمليات مؤجلة؟ أنتم تعرفون الجائحة وكورونا توقفت عدد كبير من العمليات والآن عادت. من اليوم نحتاج إلى متبرعين. الفترة الصباحية أن ما قدرت تطلع من الدوام، وأنا أتمنى من كل مسؤول أن يتساهل مع موظفين لمن أراد أن يروح يتبرع، يقول له روح، والجماعة بإذن الله هني بيعطونا أيضا ورقة حضور، ما بيقصروا معه. وأيضا إن لم تستطع تعال فترة العصر، الجماعة موجودين لين الساعة 8 بالليل، أو اتصل على هذا الرقم واستفسر، أو بغيت أنك تعرف هل في مجال، هل في زحمة، ما في زحمة. أرجوكم، الجماعة يحتاجوا أكثر من 600 كيس خلال هذا الأسبوع. بنك الدم المركزي مقابل المستشفى السلطاني. أنا خلصت كلامي، وهذه الأكياس خالية. هل بيو من شوفوا المكان خالي يا جماعة، المكان فاضي، بنك الدم يترياكم، وهالأكياس ترياكم، والمرضى يترياكم.